سياسيا الآن، فتح الاجتماع الطارئ والمغلق الذي دعا له الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس لتشكيل لجنة بالمجلس الشعبي الوطني لدراسة أي طارئ، فتح باب التأويلات حول حالة التململ التي تعيشها الغرفة السفلى منذ شهور. فإن أبو حجة أو بمنظور الموالاة فإن أبو حجة تجاوز كل الخطوط الحمراء برفضه تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية. بلغت علاقة جبهة التحرير الوطني بممثليها في رئاسة البرلمان السعيد بوحجة طريقا بدا مسدودا في الساعات الأخيرة الماضية، ما استدعى الأمين العام للجبهة جمال ولد عباس لدعوة نواب الحزب الذين يهيمنون على غالبية المقاعد، بما يفهم أنه يتعلق فقط بقضية حاسمة داخل الغرفة الأولى للبرلمان. وإقالة رئيس البرلمان وفقا لتقاليد جبهة التحرير الوطني تستوجب تزكية من مؤسسة الرئاسة بحكم تولي رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة صفة رئيس فعلي لحزب جبهة التحرير منذ آخر مؤتمر للأفلان، ما يعني أن تجسيد خطوة كهذه يستدعي أولا وصول الضوء الأخضر منه. كل هذا لما يمثله منصب رئاسة البرلمان من حسابات في التوازنات ما بين مؤسسات الدولة. يبقى هذا الامر هو سياسي ويتصل كذلك باراده رئيس الجمهوريه، لان ان لم تكن هناك اراده لرئاسه الجمهوريه في اعطاء رئيس المجلس الشعبي الوطني من مهامته لن يكون هناك اي اقاله او لزام الثقه. والغريب أن النظام الداخلي للبرلمان لا يحتوي على نص واضح عن كيفية الإطاحة برئيس المجلس، عدا أنه يشير إلى حالات الاستقالة أو الوفاة أو تنافي الوظيفة أو العجز الصحي. فهل هذا الفراغ القانوني يعني أن الأفلان قد يدفع ببحجة لرمي المنشفة لتفادي تعقيدات قانونية؟ لا، لأن الأصل أن رئيس المجلس ينتخب لعهدة كاملة، ولكن لما يكون فيه فراغ قانوني نرجع للمبادئ العامة. المبادئ العامة هي قاعدة توازي الأشكال. الطريقة اللي يتم بها تعيين زيد أو عمر بن ناس هي الطريقة التي يتم إقالته بها، والطريقة هو من انتخبها عن طريق المجلس الشعبي الوطني في الجلسة العامة يتم إعطاؤه عن طريق الجلسات التعيينية العامة. وشكل قرار السعيد بوحجة إقالة الأمين العام للبرلمان بشير سليمان آخر نقطة أفاضت الخلاف بينه وبين حزبه، وأفيد أن مسؤول جبهة التحرير الوطني بعث بمقترح يتضمن أسماء مرشحة لخلافة بوحجة، وذلك إلى مكتب رئيس الجمهورية للبت فيه.